الأشير سكرين بتاعتي. لو تفتكروا ده آخر مثال كنا حليناه. الجزء اللي فات كله كنا بنتكلم على البيسل فانكشن، البيسل ديفرنشال ايكويشنز، وازاي احلهم. ولو في عندي ديفرنشال ايكويشن ممكن باي يوزنج سبستيتيوشن اوصلها واحولها لبيسل ديفرنشال ايكويشن، يبقى انا هعرف احلها. سواء كان الديفرنشال ايكويشن ديت الترمين الاولانيين بتوعها سلام، والترم الثالث هو اللي بايظ، او بالعكس الترمين الاولانيين هم اللي بايظين والترم الثالث سواء كان بايظ او مش بايظ. اوكي، ده الجزء اللي فاتكم. هنبتدي النهارده دلوقتي نتعامل مع ندخل شوية في البيسل فانكشن نفسهم والبروبرتيز بتوعه. فإحنا كنا قلنا إن لما كانت النيو انتجر جي ناقص ان بيساوي ناقص واحد باور ان في جي ان، دي اللي إحنا قلنا إن جي اتنين بيساوي جي ناقص اتنين، وجي ناقص اتنين بيساوي جي اتنين، وجي ناقص خمسة بيساوي ناقص جي خمسة. وبالتالي ده ارتباط ما بين الجي ناقص ان والجي ان في حالة ان انتجر. وده معناه ان الجي ان والجي ناقص ان في الحالة ديت not linearly independent. انا بقى عايز اثبت، يقول لي اثبت ان جي ناقص ان بيساوي ناقص واحد باور ان جي ان. اثبت البرواز الاحمر ده هيعتمد على السيجما بتاعت الجي ان. افكرك كده واقول لك انت في حاجه مهمه قوي لازم تكون حافظها، جي ستار بيساوي سيجما على عداد سي اسمه ان او كي او ار من صفر لما لا نهايه ناقص واحد باور ان اكس على اتنين باور اتنين العداد اتنين ان زائد الستار دي فاكتوريال ان تحت جاما ان زائد الستار زائد واحد. سواء كانت الستار ديت نيو ناقص نيو ان ناقص ان تكون زي ما تكون. طيب فانا عايز اثبت ان جي ناقص ان بيساوي كذا. طب جي ناقص ان بيساوي كام؟ طب هات واحد هيقول لي حط الستار دي استبدل الستار دي بناقص ان، اهي هيبقى جي ناقص ان دي بيساوي ناقص واحد باور سمول ان اكس على اتنين باور اتنين ان ناقص كابيتال ان على فاكتوريال ان جاما ان ناقص كابيتال ان زائد واحد. لكل اثبات ليه الكي بتاعه. الكي بتاع هذا الاثبات اللي يخليك تحفظه سهل، يعني اللي يخليك تحفظه بسهوله، الجاما دي، الجاما اللي تحت دي، الجاما اللي تحت دي اللي جواها عبارة عن ايه؟ اللي جواها عبارة عن ال N ده العداد 0 و1 و2 و3 و4، وال N كابيتال ده ايه؟ ده انتجر، والواحد ده انتجر، يبقى اللي جواها عبارة عن انتجر. لو كان نيجاتيف انتجر، لو كان نيجاتيف انتجر او زيرو، هيبقى في الحالة ديت، هيبقى في الحالة ديت الجاما دي بكام؟ بإنفينيتي أو ناقص إنفينيتي، يا زائد إنفينيتي يا ناقص إنفينيتي، وبالتالي واحد على إنفينيتي هيساوي صفر. يبقى إذن الكي هنا هو من أول كام الجاما دي ما تساويش إنفينيتي. فواحد يقول لي أول قيمة للجاما ما بتساويش إنفينيتي هي جاما واحد، لما إن ناقص كابيتال إن زائد واحد بيساوي واحد، الجاما بتاعتها جاما ان ناقص ان كابيتال زائد واحد دي مش هيساوي
زائد او ناقص انفينيتي. ولو كان ال n ناقص كابيتال n زائد 1 بيساوي 2 او 3 او 4 او 5، يبقى المفروض ان n ناقص كابيتال n زائد 1 يكون اكبر من او يساوي 1. ده معناه الواحد يروح مع الواحد، ده معناه ان من اول n اكبر من كابيتال n. يبقى لو n بيساوي 0 و1 و2 و3 و4 ولغايه n ناقص n كابيتال ناقص 1، دي الجاما اللي تحت دي هتساوي انفينيتي، وبالتالي الترم الكورسبوندنج ليها هيساوي 1 على انفينيتي بيساوي 0. اذا السيجما دي مش هتبتدي عند الصفر، السيجما دي هتبتدي من اول ان بيساوي كابيتال ان. ده الكي، ده الكي بتاعنا هنا. طبعا اهو ما عملناش حاجه، ما دي هي اللي تحت بقى لت لا عملنا حاجة هنا، عملنا حاجة ان خلينا البداية تبتدي من اول ان، اللي هي المناقشة بتاعتنا اللي احنا بنقولها ان من اول ان بتساوي صفر وواحد واثنين وثلاثة ولغاية كابتل ان ناقص واحد الجاما بيساوي انفينيتي، وبالتالي الترم الكورسبوندنج ليها بيساوي صفر، يبقى السيجما دي هتبتدي من اول الان. طيب انا عايز ان الجي ناقص ان دهوت بيساوي كونستانت في ايه؟ في جي. طب والجي ديت لازم بتكون بتبتدي من عند الصفر، فانا علشان اخلي العداد بتاع البيسل فانكشن ديت يبتدي من عند الصفر، هعمل سبستيوشن، هاخد ان ناقص كابيتال ان ده بيساوي كي مثلا، وبالتالي عند ان بيساوي ان يقابل ان كي بيساوي صفر، خد ان ناقص كابيتال ان بيساوي كي، وبالتالي السيجما ديت الجي ناقص ان هيساوي السيجما ايه؟ من اول كي بيساوي صفر، من اول كي بيساوي صفر، وشيل الان سمول وحط بدلها ان كابيتال زائد كي، يبقى ناقص واحد باور ان كابيتال زائد كي، اكس على اتنين باور اتنين ان كابيتال زائد اتنين كي ماينس ان كابيتال. تحت عندنا هنا هوت ان فاكتوريال ان، يبقى فاكتوريال ان كابيتال زائد كي، وجاما جاما ان ناقص كابيتال ان زائد واحد ده هيساوي جاما كي زائد واحد. طيب انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان ده بيساوي ناقص واحد باور ان في جي ان. طب هل في ناقص واحد باور ان عندنا؟ انا عندي ناقص واحد باور ان زائد كي دي عباره عن ايه؟ ناقص واحد باور كي دي تفضل جوه وناقص واحد باور ان تطلع بره اهي. يبقى ده بيساوي ادي الناقص واحد باور ان طلعت بره لانها كونستانت، يفضل جوه ناقص واحد باور كي، اكس على اتنين باور كام بقى؟ باور اتنين كي زائد اتنين ان ناقص ان يبقى زائد ان. وتحت عندي بص بقى الفاكتوريال كي زائد ان انا كتبته كي زائد ان زائد واحد، جاما كي زائد ان زائد واحد، والجاما كي زائد واحد انا كتبتها فاكتوريال كي. خدين بالكم؟ يبقى مين اللي ظهر ده؟ ده بيساوي الجي ان ناقص واحد باور ان في جي ان. فانا كده اثبت. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور نعم، اول حته بس يعني انا مش فاهم من اول حته اللي هي فين؟ اللي ابتدى من ال n كابيتال. ليه بتبتدي من n بيساوي كابيتال n؟ تاني الجاما دي، الجاما اللي تحت دي اللي انا بدور عليها دي، اللي جواها ايه؟ اللي جواها n، وده عداد 0 1 2 3 انتجر يعني، ماينس كابيتال n، وده بيساوي عدد ايه؟ عدد انتجر n، ايه n بوزيتيف انتجر زائد 1، مش كده؟ المقدار ده عباره عن انتجر امتى يبقى بوزيتيف؟ طبعا لو نيجاتيف انتجر يبقى الجاما بتاعته بانفينيتي. امتى يبقى بوزيتيف انتجر؟ من اول ما ده يا بيساوي واحد يا اكبر من واحد، يا واحد يا اتنين يا تلاته، ماشي؟ طب انا ليه بقول انا عايز ده يكون اكبر من واحد؟ عشان الجاما بتاعه ما بيساويش انفينيتي. طب لو الجاما بتاعته ساويت انفينيتي يبقى الترم المقابل ليا واحد على انفينيتي بصفر. يعني مثلا لو خدت ان بايه؟ لو خدت كابيتال ان بخمسه،
عند ان بصفر هيجي لي تحت هنا جاما كام؟ جاما صفر ناقص خمسة زائد واحد اللي هي جاما ناقص أربعة. جاما ناقص أربعة بإنفينيتي، وواحد على إنفينيتي بصفر، يبقى عند ان بصفر الترم بصفر. طب عند ان بواحد هيبقى واحد ناقص خمسة زائد واحد، مش كده؟ اللي هو ناقص ثلاثة. جاما ناقص ثلاثة بإنفينيتي لغاية إيه؟ لغاية إيه؟ لغاية من أول ان بيساوي خمسة، لغاية ان بيساوي خمسة. عند ان سمول بيساوي خمسة هيديني خمسة ناقص خمسة، يروحوا مع بعض زائد واحد، يديني ده جاما واحد. فهمت بقى؟ تمام. حد عنده سؤال تاني؟ طيب، من ضمن البروبرتيز الجراف بتاع البيسل فانكشن، الجراف بتاع البيسل فانكشن. طبعا احنا مش هنعمل اناليسيس تروح مطلع لنا الجراف، لكن هنقول ادي الجراف بتاع البيسل فانكشن، ادي الجهات. يلاحظ ايه في الجهات؟ تعال نشوف كده. هو جي نوت، جي نوت عند الصفر بتبتدي بالايه؟ بالواحد. جي نوت اوف زيرو بيساوي واحد، وبعد كده تكمل كانها ساين بس دامبد. يعني ايه؟ يعني لو ده واحد وهي الامبليتيود ده واحد، يبقى الامبليتيود اللي بعديه مفروض يبقى واحد اقل من واحد، اقل 0.4 تقريبا. الامبليتيود اللي بعديه ده هو 0.4، الامبليتيود اللي بقى بس جي ايه؟ اهي جي نوت اهو. الامبليتيود اللي بعديه اقل واقل وهكذا، هي عامله زي ساين بس دامبد. جي 1 كذلك، جي 1 كذلك، لكن اعلى امبليتيود لجي 1 هو اقل من اعلى امبليتيود لايه؟ لجي نوت، اقل من واحد، وبرده ساين بس دامبد. وهكذا جوه جي نوت تلاقي جي 1. يعني ايه جوه جي نوت تلاقي جي 1؟ يعني اعلى امبليتيود لجي 1 اقل من اعلى امبليتيود لجي نوت، وجوه جي 1 تلاقي جي 2، وجوه جي 2 تلاقي جي 3، وجوه جي 3 تلاقي جي 4، وهكذا وهكذا. يلاحظ ان جي نوت اوف 0 بيساوي 1، لكن جي 1 وجي 2 وجي 3 وجي ان ان جنرال كلهم بيبتدوا عند الايه؟ كلهم بيبتدوا عند ال 0 ب 0، كلهم بيمروا بنقطه 0 0. يعني كان الجي نوت دوت كوزاين، والجي 1 والجي 2 والجي 3 دول ايه؟ ساينات. يعني كان كده. فنلاقي ان الجي نوت اوف 0 بيساوي واحد، لكن جي ان اوف زيرو بيساوي زيرو فور اول ان ما بيساويش زيرو، لاي جي واحد جي اتنين جي تلاته جي اربعه. تلاحظ ايه كمان؟ كل ما النيو زادت كل ما الامبليتيود قل. يعني الجي نوت اعلى امبليتيود فيها واحد، الجي 1 اعلى امبليتيود 0.6، الجي 2 اعلى امبليتيود يبقى 0.4، وهكذا وهكذا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل ما ال ان او النيو زادت كل ما الامبليتيود قل. ده معناها ان جي انفينيتي بيساوي زيرو. طب ايه تاني؟ جي ان بما انها دامبد عند اكس بانفينيتي بيساوي كام؟ لازم هتساوي زيرو، لانها مسيرها هتنتهي على ايه؟ على زيرو. مسير الامبليتيود بتاعها يخلص على ايه؟ على زيرو، لانها ساين دامبد. كل ده يبان من الجراف بتاع البسل. طب ايه تاني يبين من الجراف بتاع البسل؟ انها باوندد فانكشن. باوندد فانكشن يعني تقدر تقول ان جي ان اوف اكس ديت المودلس بتاعها اقل من او يساوي رقم، الرقم ده اكيد هو الواحد. فور اول ان، سواء ان بيساوي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، فهي باوندد فانكشن. البروبرتيز ديت قريبه قوي 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 من البروبرتيز بتاعت الواي باستثناء حاجه. يعني لو جيت ترسم الواي نوت، تلاقي ان الواي نوت عند الزيرو بيساوي نيجاتيف انفينيتي،
وجاي من نيجاتيف انفينيتي وبيعمل زي ساين برضو بس دامبد برضو. الاختلاف انه ما بيبتديش من عند الواحد، عند واي نوت اوف زيرو مش بيساوي واحد، ده بيساوي نيجاتيف انفينيتي. الواي واحد زيها برضو والواي اتنين زيها، ان كلهم عند الزيرو بانفينيتي، يبقى كابتال واي ان عند الزيرو بيساوي نيجاتيف انفينيتي مهما كانت ان فور اول ان. يتضح من الرسمه اللي قصادنا دي كده ان الواي از نوت اباوندد فانكشن، الواي ان انباوندد فانكشن، وانباوندد سبيشالي فين؟ عند الصفر، عند اكس بيساوي صفر. بعد الصفر، بعيد عن الصفر هي باوندد، بعيد عن الصفر هي باوندد فانكشن. فالمعلومات اللي عندنا ديت نقدر نلخصها ونقول we can conclude the following facts اللي احنا قلناهم: j not of 0 بيساوي 1، j n of 0 بيساوي 0 for all n، j infinity of x بيساوي 0، كل ما ال n زادت، كل ما ال n كل ما النيو زادت، يعني كل ما الامبليتيود بتاع البسل بيقل، j n is a bounded function but y n is unbounded at x بيساوي 0. بسل function can be represented as damped sine function for large x. احنا نقدر نثبت ان for large x الواي بيساوي ايه على جذر x؟ sin x زائد certain phi. ايه على جذر الواي الجنرال سوليوشن y اللي هي البيسل فانكشن بيساوي ايه على جذر x sin x زائد ايه زائد. احنا نقدر نوصل لحاجه زي كده لو عملنا assumption ان x كبيره، ان الاكس كبيره، يعني انا مش شغال حوالين الزيرو، انا شغال حوالين اكس بكميه كبيره، فهي ساين اهي بس مقسومه على جذر اكس، عشان كده بنقول عليها ساين دامبد ساين. اوكي، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب، من ضمن البروبرتيز بيقول لي show that genos of x يساوي جذر 2 على باي x sin x، وجينوس نص of x يساوي جذر 2 على باي x cosin x. برضو زي ما قلت لكم، اي برواز عندنا هو قانون من حقك ان انت تستخدمه في اي مكان في الايه في الكورس، في اي مساله، و مطلوب منك انك تعرف ايه، انك تعرف الاثبات بتاعه. فتعالوا نثبت واحد منهم، تعالوا نثبت الايه الساين مثلا. تقول لي جينوس، هجيب جينوس ازاي؟ اقول لك ما انا عارف، انا بعرف الاكسبريشن بتاع جي اي عدد، جي نيو، جي ستار، حط الستار في الاكسبريشن اللي انت حافظه ده بايه؟ بنص، يطلع لك ان جينوس ده بيساوي كام؟ سيجما من ان بيساوي 0 لما لا نهايه ناقص 1 باور ان اكس على 2 باور 2 ان زائد نص، 2 ان زائد نص، ما هي النيوب بنص، ما هي الستار بنص، مقسوم على فاكتوريال ان جاما ان زائد نص زائد 1 اللي هي جاما ان زائد 3 على 2. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان جي نص بيساوي جذر 2 على باي اكس في ساين. طيب جذر 2 على باي اكس في حاجه، فهضرب في جذر 2 على باي اكس واقسم عليها، او اضرب في جذر 2 على باي اكس واضرب جوه في جذر باي اكس على 2، اهي ادي اللي احنا عملناه، ما عملناش حاجه. سيجما ديت ضربنا بره في جذر 2 على باي اكس وقسمنا عليها جوه، ضربنا جوه في جذر باي اكس على 2، ما عملناش حاجه. مفروض ان اللي جوه ده كله بيساوي ايه؟ يديني ساين. عشان ابقى عارف انا عايز اوصل لايه، اسال نفسي هي ساين اكس بيساوي ايه. لو نفتكر كده، هو ساين اكس مش عارف كنا كتبناها ولا لا قبل كده، فان ساين اكس بيساوي سيجما من
ان بيساوي صفر لغاية ما لا نهاية ناقص واحد باور ان تبديلة إشارة x باور 2n زائد 1 على فاكتوريال 2n زائد 1 اللي هي لما أجي أفكها تديني إيه؟ تديني x ناقص x كيوبد على فاكتوريال 3 زائد x باور 5 على فاكتوريال 5 وهكذا زائد أو ناقص ومكمل. وبالمرة عشان الإثبات الثاني كوزاين x بيساوي سيجما من أول إن بيساوي صفر لغاية ما لا نهاية بتاع الترمات الزوجية وفيها تبديلة إشارة برضه ناقص واحد باور إن إكس باور اتنين إن على اتنين إن إيه فاكتور. فأنا مفروض إن أنا أوصل اللي جوه ده لصورة الساين اللي هو ناقص واحد باور إن. أهي ناقص واحد باور إن موجودة، دي أول حاجة موجودة إكس باور اتنين إن زائد واحد على فاكتوريال اتنين إن زائد واحد. يبقى أول حاجة هعملها الإكس على 2 دي مش هسيبها إكس على 2، هخليها إكس باور كذا على 2 باور كذا، ده اللي أنا هعمله. طب في عندي هنا هوت إكس على 2 باور نص، هزوده هنا هوت، هنا إكس على 2 باور 2 إن زائد نص، يبقى عندي إكس على 2 باور 2 إن زائد 1، وفي جذر باي عندي، يعني في الخطوة اللي جاية أهو. أهي، آدي الإكس على 2 باور 2 إن زائد 1 فكيتها. x باور 2n زائد 1 اهي على 2 باور 2n زائد 1. يفضل ايه من الجذر ده؟ يفضل جذر باي، اهو جذر باي، اهو جذر باي، وتحت هيبقى فاكتوريال n جاما n زائد نص زائد 1 اللي هو جاما n زائد 3 على 2. ماشي؟ طيب انا برضو عايز اوصل لايه؟ للساين. ادي اول حاجه جت اللي هي الناقص 1 باور n. ماشي اهي، ادي اول حاجه في الساين، وادي اكس باور 2 ان زائد 1، ادي تاني حاجه جت. فاضل بقى ان اشيل كل اللي تحت ده واقول ان هو بيساوي فاكتوريال 2 ان زائد 1 بأمارة ايه او ازاي او هستخدم ايه؟ استخدم ليجندر دوبليكيشن فورمولا بتاعه الجاما اللي بتقول ان جاما 2 اكس في جذر باي بيساوي 2 باور 2 اكس ناقص 1 جاما اكس جاما اكس زائد نص. عشان اجيب جاما ان زائد 3 على 2 دي من جاما اكس زائد نص دي، هحط الاكس بتاعت ليجندر دوبليكيشن فورمولا بان زائد 1، اقول بوت اكس بيساوي ان زائد 1، اقول كده هو بوت اكس بيساوي n زائد 1 علشان الجاما دي تبقى جاما n زائد 1 زائد نص اللي هي n زائد 3 على 2. طيب تعالى كده اهوت نعوض كده، هيبقى جذر باي قبل اللي طلعت دي، جذر باي في جاما 2x حيث x ب n زائد 1 يبقى جاما 2n زائد 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باور 2n ناقص، بص ما انا حطيت الاكس بايه؟ 2 الاكس حطيتها بان زائد 1، يبقى 2 اكس بكام؟ ب 2 ان زائد 2 وفي ناقص 1 يبقى 2 ان زائد 1 في جاما ايه؟ معلش انا هقول كده اهوت، امسح دي وهقولها هنا بوت اكس بيساوي ان زائد 1، فهدي هتبقى توسع شويه، جاما كام؟ ان زائد 1 في جاما ان زائد ايه 3 على 2 لما انا احط ايه لما انا احط الاكس بيساوي ان زائد 1. طيب جاما 2 ان زائد 1 مش بتساوي فاكتوريال 2 سوري جاما 2 ان زائد 2 مش بتساوي فاكتوريال 2 ان زائد 1، وجاما ان زائد 1 مش بتساوي فاكتوريال ان، ده اللي انا عملته هنا اهي، يبقى 2 باور 2 ان زائد 1 اهي في جاما ان زائد 1 اللي هي فاكتوريال ان في جاما ان زائد 3 على 2 بيساوي جذر باي في 2 ان زائد 1 فاكتور جذر باي في جاما 2 ان زائد 2 اللي هي بتساوي 2 ان زائد 1. خلاص خد بقى 2 باور 2 ان زائد 1 في فاكتوريال ان في جاما ان زائد 3 على 2 وحطها بيساوي ايه؟ جذر باي في 2 ان زائد 1، يروح الجذر باي مع الجذر باي ويفضل ايه؟ ويفضل x باور 2n زائد 1 على
اتنين ان زائد واحد ايه فاكتور، ويبقى اللي طلع ده هو ايه؟ هو ساين كل ده سيجما دي هي الايه؟ هي الساين، يعني جذر 2 على باي اكس في ايه؟ في ساين اكس، ويبقى هو ده الاثبات بتاعه. سيميلرلي بنفس الطريقه نقدر نثبت ان جي ناقص نص بيساوي 2 جذر 2 على باي اكس ايه كوزاين. ماشي؟ اي مشاكل؟ حد عنده اي سؤال؟ لا تمام يا دكتور. تمام. سيميلرلي بنفس الطريقه هسيبها لكم، طبعا الحاجات اللي انا بسيبها لكم لازم تعملوها بايديكم. من ضمن البروبرتيز ودي انا هسميها البروبرتي رقم واحد، ان دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان مضروبه في جي ان بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص 1. يعني لو انا بجيب تفاضل اكس باور 5 جي 5 يطلع بيساوي كام؟ اكس باور 5 جي 4. لو انا بجيب تفاضل اكس باور 10 جي 10 يبقى ده بيساوي اكس باور 10 جي 9. لو عايز اجيب دي باي دي اكس بتاع اكس باور نص جي نص يبقى بيساوي اكس باور نص جي نص ناقص 1. ماشي؟ عايز اثبت دي. نثبتها ازاي؟ نثبتها من الاكسبريشن بتاع الجي، من الديفينيشن بتاع الجي، من السيريز بتاعت الجي. يبقى دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان بيساوي ايه؟ دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان اهي اضربه في جي ان. خد بالك ادي جي ان، انا كنت بقول جي ستار بيساوي سيجما على عداد اسمه من ان، ان من ان بيساوي صفر الى ما لا نهايه ناقص واحد باور العداد اكس على 2 باور 2 العداد زائد الستار فاكتوريال العداد فاكتوريال ان جاما ان زائد الستار زائد 1. لان في عندي ان ظاهره في المساله فخليت العداد اسمه كي، ما سموهوش ان لان ان اللي بره دي ان محدد، لكن العداد اللي جوه ده عداد، الان اللي جوه دي عداد فاريبل بتساوي صفر او واحد او اثنين او ثلاثه، فانا يستحسن ان انا اسميه حاجه غير ان فسميتها كي. فسيجما من كي بيساوي صفر الى ما لا نهايه ناقص 1 باور كي اكس على 2 باور 2 كي زائد ان فاكتوريال كي تحت جاما كي زائد ان زائد 1. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز افاضل. طيب علشان افاضل سيبك من الناقص 1 باور كي وسيبك من الفاكتوريال كي وسيبك من الجاما، كل دي ثوابت، اللي هيتفاضل هو مين؟ هو اكس باور ان. فمن المناسب جدا ان انا الاكس على 2 باور 2 كي زائد ان اخليها اكس باور 2 كي زائد ان على 2 باور 2 كي زائد ان، واخدين بالكم؟ فده اللي انا هعمله، وادخل اكس باور ان جوه تتضرب في اكس باور 2 كي زائد ايه؟ زائد ان اهي. يبقى عندي ده بيساوي ناقص 1 باور كي، اكس بقى هتبقى اكس باور كام؟ هي كانت 2 كي زائد ان واتضربت في اكس باور ان يبقى اكس باور 2 كي زائد 2 ان على تحت فاكتوريال كي في جاما كي زائد ان زائد 1 اللي هم موجودين من الاول مضروبين في 2 باور 2 كي زائد ان. ماشي؟ طيب افاضل بقى، فالترم الوحيد اللي هيتفاضل هو اكس باور ايه؟ 2 كي زائد 2 ان. تفاضله بايه؟ 2 كي زائد ان اللي هي 2 كي زائد 2 ان، يعني اخد 2 مشترك في اكس باور 2 كي زائد 2 ان ناقص 1. ده اللي هيحصل اهو، 2 في كي زائد ان اكس باور 2 كي زائد 2 ان ناقص 1، والباقي زي ما هو ماشي. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل انها بتساوي اكس باور ان في جي ان ناقص 1. فانا اروح واخد اكس باور ان بره، هطلعها بره. ليه هطلعها بره؟ علشان انا عايز اوصل لان النتيجه تبقى اكس باور ان في حاجه، فهطلع اكس باور ان بره. طب هي اكس باور ان تطلع بره؟ اه، لان العداد على الكي. اكس باور كي ما تطلعش بره، لكن اكس باور ان هي اللي تطلع بره، فاقدر اطلع اكس باور ان بره. طب وبعدين الاثنين دي اختصرها مع اثنين من الاثنينات ويبقى ده 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1. ماشي؟
تمام. يدينا ايه بقى؟ بص بقى معايا، الناقص واحد باور كي نزلت، وادي الاكس باور ان طلعتها، وفضل جوه اكس باور 2 كي زائد ان بس ناقص واحد. الله، راحت فين الكي زائد ان؟ انا فكيت الجاما كي زائد ان زائد واحد دي، فكيتها بايه؟ كي زائد ان جاما كي زائد ان. انا عارف ان جاما اكس زائد واحد بيساوي اكس جاما اكس، وراحت الكي زائد ان ديت من فوق وتحت، فتفضل ايه؟ فتفضل بس اكس باور 2 كي زائد ان ناقص واحد على فاكتوريال كي جاما كي زائد ايه زائد ان. هل ديت جي؟ هل ديت جي؟ لازم الجي تبقى اكس على 2، فانا عندي اكس باور 2 كي زائد ان ناقص واحد مقسومه على 2 باور نفس الباور 2 كي زائد ان ناقص واحد، اقدر اخليها اكس على 2 اهي باور 2 كي زائد ان ناقص واحد. طب والجاما كي زائد ان ديت اللي تحت اخليها جاما كي زائد ان ناقص واحد زائد واحد، ليه؟ عشان اقول الستار بتاعتي اهي، الستار بتاعتي هنا اللي ظاهره هنا وهنا بكام الستار دي؟ الستار بان ناقص واحد، يبقى ده جي ان ناقص واحد، يبقى ده بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص واحد. تمام؟ تمام يا دكتور. سيميلرلي في واحدة تانية اسمها اتنين، العلاقة اتنين. واحد كانت بتقول دي باي دي اكس بتاعت اكس باور ان جي ان، يعني الجي ان مضروبة في اكس باور ان. في اتنين الاكس الجي ان مقسومة على اكس باور ان، او مضروبة في اكس باور ناقص ان. فدي بتساوي كام؟ بيساوي اللي فوق كانت بتساوي اكس باور ان جي ان ناقص واحد، لا اللي تحت رقم اتنين بتساوي نيجاتيف، نيجاتيف بتطلع نيجاتيف بره، والباور بتاع الاكس بيفضل زي ما هو اكس باور ناقص ان زي ما هو، بس الاندكس بتاع البسل يزيد واحد. يعني انا لو بجيب دي باي دي اكس بتاع اكس باور 7 جي 7، ده بيساوي x باور 7 جي 6. لكن لو بجيب دي باي دي اكس بتاع x باور ناقص 7 جي 7، ده هيساوي ناقص x باور ناقص 7 بس جي كام بقى؟ جي 8. ماشي؟ فالملاحظ هنا ايه؟ ان x باور 7 او x باور ناقص 7 بتفضل زي ما هي، x باور 7 فضلت زي ما هي، والاندكس بتاع البسل اللي هي النيومي يعني، والاندكس بتاع البسل قل واحد. تحت الاكس باور ناقص 7 فضلت زي ما هي، بس الاندكس بتاع البسل زاد واحد وضربنا في ناقص. ماشي؟ وبنفس الطريقه نقدر نثبت 2 بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. ماشي؟ طيب. يوزنج 1 و2 بقى. يوزنج 1 و2. هنكتب شوية علاقات وهقول لكم اثبتوهم، وأقول لكم هتثبتوهم ازاي، ويمكن ابتدي معاكم بداية بعض الحاجات، بداية بعض الاثباتات. من واحد واثنين اقدر اثبت ان جي ان بيساوي اكس على اتنين ان جي ان ناقص واحد زائد جي ان زائد واحد، ودي علاقة هسميها العلاقة رقم ثلاثة. ومن واحد واتنين برضو، ومن واحد واتنين برضو اقدر اثبت ان جي ان داش بيساوي نص في جي ان ناقص واحد ماينس جي ان زائد واحد، دي علاقه اسميها اربعه. وهطلب منكم البروف بتاعهم، اطلب منكم البروف بتاع الاتنين دول، وهديلكم هنت كده. هنت، هي واحد كانت بتقول ايه؟ واحد كانت بتقول دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص واحد. طب تعالى نفاضل اللي جوه تفاضل عادي، تفاضل حصل ضرب يعني، هيبقى اكس باور ان في جي ان داش زائد
ان اكس باور ان ناقص واحد جي اي جي ان. ماشي، ده من واحد. يعني اعمل نفس الكلام في اتنين، يعني اعمل نفس الكلام في اتنين. دي باي دي اكس بتاع اكس باور ناقص ان جي ان ده بيساوي ايه؟ ناقص اكس باور ناقص ان جي ان زائد واحد بيساوي ايه؟ لو انا فضلت تفاضل عادي هيبقى اكس باور ناقص ان في جي ان داش، بعد كده زائد تفاضل الاكس باور ناقص ان اللي هي هتبقى ناقص ان على اكس باور ان زائد واحد. تفاضل اكس باور ناقص خمسة هتبقى ناقص خمسة اكس باور ناقص ستة اللي هي ناقص خمسة على اكس باور ستة في جي ان. بص بقى اللي انت وصلت له ده، لو انت قسمت على اكس باور ان، لو انت قسمت على قسمت الطرفين على اكس باور ان هيدي لك ايه؟ هيدي لك ان جي ان ناقص واحد بيساوي جي ان داش زائد انا قسمت على اكس باور ان، ان على اكس جي ان، صح؟ طيب اتنين واللي جه منها المعادله دي، المعادله دي لو انا ضربت في اكس باور ان، لو انا ضربت في اكس باور ان يديني ناقص جي ان زائد واحد بيساوي جي داش ان ناقص ان برضو على اكس جي ان. العلاقتين دول لو انا طرحتهم اجيب ثلاثة، لو طرحتهم اللي هو هيديني ان على اكس زائد ان على اكس اللي هي 2 ان على اكس، ها، في جي ان زائد لو طرحتهم ده راح يديني ايه؟ يديني جي ان ناقص واحد زائد جي ان زائد واحد يديني الايه اللي فوق. فتلاتة تتجاب لو انا طرحت العلاقتين الاخيرتين اللي انا جبتهم، واربعة تتجاب لو انا جمعتهم. وأربعة نعرف نجيبها لو إحنا جمعناهم، لو إحنا جمعنا الـ المعادلتين دولة لو جمعناهم على بعض هيروح إن على إكس في جي إن مع ناقص إن على إكس جي إن ويديني إيه؟ يديني 2 جي داش إن بيساوي جي إن ناقص 1 ناقص جي إن زائد 1، اقسم على 2 تديني 4. ماشي؟ ايه بقى فايدة 3 و 4؟ خلي بالك 3 و 4 دول براويز، يعني ايه؟ يعني هنحفظه. 3 دي بتعمل ايه؟ 3 دي بتجيب ايه؟ بتجيب جي ان، بتجيب جي ان بدلالة جي اللي قبلها اللي هي جي ان ناقص 1 وجي اللي بعدها اللي هي ايه؟ جي ان زائد 1. 4 بتجيب جي داش ان، جي داش ان بدلالة نفس الاثنين جي ان ناقص واحد وجي ان زائد واحد. ماشي؟ طب هستفيد بدول ازاي؟ هستفيد بدول ازاي في اللي هيطلع هنا؟ وي كان، معلش انا همسح دول، همسح اللي احنا عملناه هنا اللي هو الاثبات بتاع 3 و4. ماشي؟ تمام؟ فاحنا نقدر نستخدم 3 و4 دول في ايه؟ اول حاجه we can use 3 to express gn in terms of j0 and j1 only. ازاي يا جماعه؟ بصوا كده، بصوا في 3 لو انا حطيت فيها
ال n بيساوي 1. لو انا حطيت فيها ال n بيساوي 1 ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي ده جي 1، اما اللي جوه ده هيبقى جي نوت، واللي جوه التالت ترم هيبقى جي ايه؟ جي 2. فانا كده جبت علاقه ما بين جي نوت وجي 1 وجي 2، يعني كاني جبت جي 2 بدلاله ايه؟ جي نوت وجي 1. طب انا لو حطيت فيها ال n ب 2 اجيب علاقه ما بين جي 2 وجي 1 وجي ايه؟ 3، يعني كاني جبت جي 3 بدلاله جي ايه؟ جي 2 وجي 1. اذا كان عندي جي 2 بدلاله جي 1 وجي نوت يبقى هقدر اجيب جي 3 بدلاله جي نوت وجي 1، وهكذا اقدر اجيب اي جي ان بدلاله فقط جي نوت وجي 1. وعشان تعملها في صوره عمليه هتروح كاتب الثلاثه دي بالشكل ده، جي ان زائد 1، جي ان زائد 1 بيساوي ايه؟ بيساوي لو انا ضربت في 2 ان على اكس يديني 2 ان على اكس جي ان ناقص جي ان ناقص 1. فانا لو حطيت في العلاقه ديت بالصوره ديت في الريكارنس دي، في الريكارنس دي سميها 3 داش 3 بشرطه، سمي دي 3 بشرطه 3 داش، على اساس ان انت كتبتها في صوره عمليه. لو حطيت ال n بواحد يبقى هجيب جي 2 بدلاله جي نوت وجي 1، لو حطيت ال n باتنين يبقى هجيب جي 3 بدلاله جي 2 وجي 1، وهكذا كل الجهات اقدر اجيب دلالة جي نوت وجي 1. ده الاستخدام الاولاني، ده الفايده الاولانيه من ايه؟ من 3. طيب ايه الفايده الثانيه؟ ايه الفايده الثانيه بتاع 3؟ نشوف احنا عايزين نقول ايه. وي كان يوز 3 to express ايه بقى؟ j زائد او ناقص 2 n زائد 1 على 2 حيث n integer. يعني ايه؟ يعني j 3 على 2 وj ناقص 3 على 2، j 3 على 2 بالزائد والناقص. طيب او j 5 على 2 بالزائد والناقص، زائد او ناقص 5 على 2، أو ج زائد أو ناقص 7 على 2، وهكذا 9 على 2 و11 على 2 و13 على 2. كل الجهات دي أقدر أكسبريس زم بدلالة إيه؟ بدلالة ساين إكس وكوزاين إكس. اعتماداً على إيه؟ اعتماداً على إيه؟ على إني عارف إن ج نص وج ناقص نص جايبهم بدلالة إيه؟ بدلالة ساين وكوزاين. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني لو انا حطيت هنا اهو، لو انا حطيت هنا اهوت ال n بيساوي نص وت n بيساوي نص، يبقى جي 3 على 2 بيساوي كام؟ حط ال n بنص يبقى 1 على x جي نص ماينس جي نص ناقص 1 اللي هو ناقص نص. جبت جي 3 على 2 بدايه جي نص وجي ناقص نص. طب ما انا عارف ان جي نص بيساوي جذر 2 على باي x ساين x، وجي ناقص نص بيساوي جذر 2 على باي اكس في كوزاين اكس، يبقى ده هيساوي كام؟ يبقى ده هيساوي جذر 2 على باي اكس هاخدها كومن فاكتور، ويفضل من الساين اكس على من الجي نص على اكس ساين اكس على اكس، ومن هنا يفضل كوزاين اكس بس. وهكذا اقدر اجيب جي ناقص 3 على 2 او جي ناقص 5 على 2 او جي زائد 5 على 2 او 7 على 2، كلهم اقدر اجيبهم بدلاله الساين والكوساين. ماشي؟ دي الفايده الثانيه. يبقى 3 دي بقدر استفيد بيها فايدتين، كل الجي ان اجيبهم بدلاله جي نوت وجي نوت وجي 1، الفايده الثانيه كل الجي كسر عدد فردي على 2، جي 5 على 2، 7 على 2، 9 على 2 بالزائد والناقص اقدر اجيبهم بدلاله الساين والكوساين. تمام؟ حد عنده مشاكل لغايه دلوقتي؟ حد عنده اي اسئله؟
انت سامعني؟ لا تمام يا دكتور. تمام. البروبرتي رقم 4 او الايدنتيتي رقم 4 او الريكرنس رقم 4 دي بتجيب ايه؟ دي بتجيب جي ان داش، جي ان داش بدلاله جي اللي قبلها اللي هي جي ان ناقص 1، وجي اللي بعدها اللي هي جي ان زائد 1. طيب بستفيد بيها بان انا وي كان يوز 4 تو ايفالويت تكامل جي ان، تكامل جي ان. طب انا هحصل على تكامل جي ان ازاي؟ لو انا جيت في 4 كده وكملت الطرفين، لو انا جيت قلت وي كان يوز لا قبل دي، لو انا جيت قلت 4 دي لو انا كملت الطرفين، لو انا جيت هنا اهوت في 4 وكملت الطرفين، كامل الطرفين يحصل ايه؟ يبقى تكامل الجي ان داش يديني جي ان يساوي نص تكامل جي ان ناقص 1 دي اكس ماينس تكامل جي ان زائد 1 دي اكس. فاقدر اجيب تكامل جي ان زائد 1 دي اكس بيساوي كام بقى؟ بيساوي 2. يعني لو انا خليت ده الناحيه الثانيه، لو جبت ده الناحيه الثانيه ماشي، ده هيساوي ايه؟ تكامل جي ان ناقص 1 دي اكس ماينس بقى عشان اودي ده الناحيه الثانيه 2 ايه؟ 2 جي ان. يعني لو جه قال لي، لو جه قال لي مثال كده هات لي تكامل جي 5، احط الان بكام؟ احط الان ب 4، يبقى تكامل جي 5 بيساوي تكامل جي 3، احط الان ب 4 ناقص 2 جي 4. طب تكامل جي 3 بقى ده كمان بيساوي كام؟ تكامل جي 3 دي اكس يجي ازاي من فوق؟ حط الان باتنين، يبقى ده بيساوي تكامل جي 1 دي اكس ماينس 2 جي 2. طيب تكامل جي 1 بقى ده بيساوي كام؟ تكامل جي 1 بيساوي كام؟ لو انا جيت من 4 ديت وحطيت فيها الان بيساوي 0 يطلع لي جي نوت داش بيساوي نص في جي ناقص 1 ماينس جي 1. ايه علاقة جي 1 وجي ناقص 1؟ ان جي ناقص 1 بيساوي ماينس جي 1، فده هيساوي نص في ماينس جي 1 ماينس جي 1 كمان، يعني ده بيساوي ماينس 2 جي 1 في نص، يبقى ده بيساوي ماينس جي 1. يبقى كأني بقول إن جي نوت داش بيساوي ماينس جي واحد، يبقى تكامل جي واحد بيساوي ماينس جي نوت، يبقى ده بيساوي ماينس جي نوت ماينس اتنين جي اتنين. ده مين؟ ده اللي هو تكامل جي تلاتة. خد تكامل جي تلاتة عوض بيه فوق، عوض بيه هنا، يبقى أنت كده هو التكامل جي خمسة اللي هو المسألة اللي مطلوب منك. تكامل جي 5 دي اكس بيساوي كام؟ بيساوي ناقص جي نوت ناقص 2 جي 2 ناقص 2 جي ايه 4 وهكذا. ولو كان طلب تكامل جي 7 كان هيزيد كمان ترم ناقص 2 جي ايه جي 6. وكده انا اقدر اثبت ان تكامل جي 2 ان زائد 1 دي اكس ده بيساوي ناقص جي نوت ناقص 2 جي 2 ناقص 2 جي 4 وهكذا لغاية ناقص 2 جي ان. تمام؟
يبقى لو طلب تكامل جي 7 جي 9 جي 2 ان زائد 1 نقدر نجيبها باستخدام ايه؟ باستخدام 4 بس في صورة التكامل. في صورة التكامل ان تكامل جي ان زائد 1 بيساوي تكامل جي ان ناقص 1 ماينس 2 جي ان. ماشي؟ حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ تمام يا دكتور. واحد واثنين بقى، واحد واثنين، واحد كان بيقول دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان ده بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص واحد. اثنين كان بيقول دي باي دي اكس بتاع اكس باور ناقص ان جي ان ده بيساوي ناقص اكس باور ناقص ان جي ان زائد واحد. اقدر اكتبهم في صورة تكاملات، اقدر اكتبهم في صورة تكاملات. اذا كانت دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص واحد، يبقى اقدر اكتبها كده، تكامل اكس باور ان جي ان ناقص واحد بيساوي اكس باور ان جي ان. واتنين اقدر اكتبها بالشكل ده، تكامل اكس باور ناقص ان جي ان زائد واحد ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي ناقص اكس باور ناقص ان جي ان زائد كونستنت طبعا. يعني انا لو عندي تكامل في جي 5 دي اكس بقدر باستخدام القوانين دي اعرف اوجد التكامل لو كان مضروب فيه يا اما اكس باور 6 يا اما في اكس باور ناقص 4. تكامل اكس باور 6 جي 5 على الايه؟ على القانون الاولاني، على القانون الاولاني اللي هي هتديني اكس باور 6 جي 6 و تكامل اكس باور ناقص 4 جي 5 دي على الايه؟ على الصورة الثانية، دي هتديني ناقص اكس باور، بعمل ايه؟ بقلل هنا الباور بتاع الايه؟ يبقى ناقص اكس باور 4 نيجاتيف 4 جي ايه؟ جي 4 زائد كونست. تمام؟ يبقى انا لغاية دلوقتي في عندي حالتين اعرف اكامل فيهم البيسل فانكشن، يا اما تكامل البيسل لوحدها، يا اما تكامل البيسل لوحدها، تكامل جي 5 جي 7 جي 9 جي 2 ان زائد 1 دي اكس، دي الحاله الاولانيه، او انها تبقى على واحده من الصورتين دول، او انها تبقى واحده على من على الصورتين دول. ماشي؟ ناخد مثال اخير. Evaluate تكامل x power 4 j1 dx in terms of j0 و j1 only. انا عارف ان اي بيسل فانكشن بقدر اجيبها بدلاله j0 و j1 only باستخدام jn زائد 1 بيساوي 2n على x j n ناقص جي ان ناقص واحد، اللي هي ثلاثة بس مكتوبة بصورة تانية. ايوه بس انا ما بعرفش اكامل الا لما يكون اكس باور 4 مضروبة في جي 1، اكس باور 4 مضروبة في جي 1، فانا هعملها ازاي؟ او الجي 1 ديت ما اعرفش اكملها الا اذا كانت مضروبه في اكس باور 2 عشان تبقى على صوره اكس باور ان جي ان ناقص 1، فانا هكتب ديت الاكس باور 4 هخليها بالشكل ده، اكس سكويرد
في x سكوير دي جي 1 عشان يبقى x سكوير دي جي 1 دي x دي هي الدي في بتاعتي بعرف اكملها والx سكوير هي اليو بتاعتي بتاعت الانتجريشن باي بارتس فانا هقول خد اليو باكس سكوير والدي في باكس سكوير جي 1 طب دي يو هيساوي كام 2 اكس دي اكس طب والفي بقى بيساوي كام تكامل اكس سكوير جي 1 باكس سكوير جي 2 ويبقى الاي ده بيساوي يو في في اللي هو x سكوير في x سكوير جي 2 ماينس تكامل v في du يعني بيساوي كام؟ ده انا مش حلل يعني ده بيساوي ايه؟ تعالوا نحلها مع بعض ده هيساوي x باور 4 جي 2 ماينس تكامل 2 x كيوبد جي 2 dx تكامل x كيوب دي جي 2 بيساوي x باور 3 جي 3 يعني ده بيساوي x باور 4 جي 2 ماينس 2 x كيوب جي 3 حليت المسألة هنا حليت التكامل بس لسه ما جبتش الاكسبريشن بدلالة ايه جي نوت وجي 1 بجيب ده بدلالة جي نوت وجي 1 ازاي ان هجيب جي 2 بيساوي كام جي 2 جي 2 بيساوي 2 في 1 2 على x جي 1 ماينس جي نوت طب وجي 3 بيساوي كام؟ جي 3 بيساوي حط ال n بيساوي 2 يبقى 4 على x جي 2 ماينس جي 1 ادي جي 3 وادي جي 2 بدلالة جي نوت وجي 1 عوض بيهم هنا عوض بيهم هنا واختصر تبقى انت جبت كده ايه التكامل بدلالة جي نوت وجي 1 حد عنده اي مشاكل تمام يا دكتور هنكتفي بالجزء ده في البس مش هناخد حاجه تاني هنكتفي بالجزء ده من في البروبرتيز كل برواز مبروزينه كل برواز مبروزينه حضرتك لازم تكون بتعرفتي تثبت ماشي تمام حد عنده اي سؤال حد عنده اي استفسار اي حاجه مش واضحه طب حد عنده اي سؤال بخصوص الامتحان طيب احنا فاكرين المره اللي فاتت قلنا النهارده عايزين نعمل كويستشنير فاحنا يا نهاركو ابيض ايه ده الناس مشيت 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اللي موجودين